بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة معانا تيست يونت 13، الوحدة 13، الامتحان الكامل على اليونت. بالنسبة للسؤال نمبر 1، We must take action to cut vehicle emissions come emissions emissions. طبعا emissions اللي هي المهمات، emissions اللي هي جاية من كلمة emit يعني يحذف شيء أو إغفال عن شيء، commissions اللي هو for example يعني اللي هو زي البقشيش كده، commissions emissions اللي هو الانبعاث. طبعا احنا معانا كلمة الانبعاث اللي هي emissions to cut vehicle emissions يعني يقلل انبعاث الفيكال emissions اللي هو انبعاثه من الوسيلة اللي هي الفيكال. Number 2، castles were usually made from stone to stop. castles اللي هي القلاع، were usually made بتصنع from stone من الحجارة، أو from stone من الحجارة، to stop space from breaking in عشان توقف مين أو تقف مين from breaking in إن هما يقتحموا. يا ترى الفانز اللي هو زعانف في السمكة، فانز فانز اللي هو طبعا المشجعين، أو ممكن تبقى المروحة المراوع، supportants المساندين، ولا الاتيكرز اللي هما المهاجمين. طبعا الاتيكرز القلعة بتكون مصنوعة لستوب اتيكرز اوت او ستوب اتيكرز ان، ان يقتحمها الاتيكرز المهاجمين. The adjective is massive. الادجكتيف الصفة عندنا massive. What is the noun؟ ولكن ايه عندنا الاسم منها؟ يا ترى مي مصر ولا ماث اللي هي مصر يعني جاء من مساج يعني التدليك او المدلك هنا، ماث اللي هي مادة الرياضيات، massiveness اللي هي الناون من massive اللي هو الضخامة، ولا missing طبعا اللي هي letter C massiveness. Before taking a decision, space its side effects. Before taking a decision, قبل ما نتخذ القرار، attack its side effects اللي هي الآثار الجانبية أو السلبية. Consider يعني يضع في الاعتبار. Emit يحذف أو emit ينبعث. Invest يستثمر. طبعا هنا consider يعني ضع في الاعتبار side effects. Space under the Nile for a metro line wasn't easy. Space under the Nile تحت مستوى سطح البحر أو النيل، going, traveling, tunneling, committing. طبعا هنا tunneling اللي هي مين؟ اللي هو حفر النفق أو النفق تحت مين؟ النيل. يبقى هنا tunneling. The only space in the room، حاجة في الحجرة فقط، came from a small candle، بيجي من الكندل الشمعة الصغيرة، at the corner. investment اللي هو الاستثمار، ولا monument الآثار، ولا illumination اللي هو الإضاءة، ولا attack طبعا الإضاءة جاية في الحجرة فقط من الكندل اللي هي الشمعة small الصغيرة. most of my father's money، معظم نقود والدي، has been space in the new company، طبعا استثمرها اكيد في الشركة الجديدة. sent يعني ارسل، ولا missed يعني فقدها، ولا torn يعني مزقها، يمزق torn، ولا invested يعني يستثمر. طبعا letter D invested يعني استثمرها. he has powerful political enemies whose base his downfall. طبعا اللي هو أعداء السياسيين أو الأحزاب السياسية، engineered ولا engineered طبعا من يهندس، ولا designed يعني طبعا designed يعني يصمم، ولا discourages يعني لا يشجع. عندنا طبعا letter B engineered يعني engineered يعني هذا سوله his downfall يعني خططه بمعنى أصح لداونفول لسقوطه، يبقى هنا letter B. the space were stuck in the metro يعني أصبحوا ملتصقين أو عالقين في المترو، for 3 hours لمدة 3 ساعات، because of a power failure بسبب فشل كهربي. يا ترى diameters اللي هو الأقطار، ولا commuter
اللي هو المسافرين اليوميين، ولا ريجاينز اللي هي الأقاليم، ولا كليفز المنحدرات، طبعا لتر بي اللي هم كوميوترز يعني المسافرين اليوميين. The quickest way for Susan to get to school is to space a train. أسهل أو أسرع طريق لسوسن عشان تصل إلى المدرسة is to go a train, bring a train, come a train ولا take a train، ولا إنها تستقل أو تأخذ الترين، طبعا take a train يعني تركب الترين. I filled my bicycle in front of the library. I left my bicycle يعني تركت الدراجة بتاعتي in front of the library أمام المكتبة and it disappeared. It disappeared اختفت. Someone's bees have stolen it. Someone شخص أو لابد إن شخص سرقها. Should يجب can't لا يمكن might يعني ربما must يعني طبعا هنا أكيد حد سرقها طبعا هي letter D. I cannot believe he hasn't arrived yet. أنا مش مصدق إن هو لسه ما وصلش. His bees have caught the correct train. لابد إن هو خد القطار الصحيح. يا ترى must ولا shouldn't لا ينبغي ولا might ربما طبعا هنا فيها احتمال ولا he can have caught the correct train. طبعا هو أخذ أو حصل أو حضر بالقطار السليم. I can't believe أنا مش مصدق he hasn't arrived yet. أنا مش مصدق he hasn't arrived yet إنه ما وصلش حتى الآن. He can have caught ممكن إن هو يجي. He can have caught the correct train بالقطار الصحيح. طبعا هنا letter D. He can have the correct train. This couple هذا الزوجان is please be satisfied with the film. طبعا كانوا مبسوطين من الفيلم. They are leaving after only 15 minutes عشان كده غادروا بعد 10 دقائق. This couple could be satisfied. هل كانوا راضيين بالفيلم عشان كده غادروا بعد 10 دقائق ولا لابد ان هم كانوا راضيين ولا مايت يعني ربما ولا كانت يعني استحالة يكونوا راضيين بالفيلم. طبعا اكيد هي كانت استحالة لانهم they are leaving after only 10 minutes غادروا بعد فقط 10 دقائق. محمد looks really pleased. محمد يبدو انه فعلا مبسوط. His peace have passed his driving test this morning. لابد ان هو اجتاز اختبار القيادة. طبعا هنا يا ترى must ولا عندنا could ولا عندنا might ولا should. طبعا must لانه بيقول لنا looks really pleased يعني فعلا يبدو ان هو مبسوط يبقى مفروض اكيد الفعل ده حدث. Let's try to find them. تعال نحاول نبحث عنهم. They space gone far very far. هم ذهبوا very far بعيدا جدا. They must ولا mustn't ولا cannot have ولا could have. طبعا هنا letter C could have can't have gone far away يعني استحالة يكونوا ايه ابتعدوا. يبقى انا let's try to find تعال نحاول نبحث عنهم. They cannot have left far away. Climbing Mount Everest. Climbing تسلق Mount Everest يعني تسلق قمة جبل إيفرست. Is space very difficult. The oxygen is very thin يعني الهواء أو الأكسجين بيبقى thin يعني قليل جدا at the top على القمم. طبعا climbing Mount Everest must have been ولا must been very difficult ولا mustn't been ولا must have been. طبعا هنا تبقى letter A letter D. must have been لابد ان هو كان very difficult صعب جدا because the oxygen is very thin at the top. Those shoes هذه الأحذية are gorgeous. They space sheep. They cannot have been يعني استحالة يكونوا طبعا السعر. Those shoes are gorgeous. They space it cheap. طبعا gorgeous means wonderful. Cannot have been. Cannot have. Mustn't have. Mustn't be. طبعا هنا wonderful هم رائعين. They
they عايزين الجملة they can't have been cheap ولا they can't have cheap استحالة يكونوا الخاص ولا they mustn't have cheap استحالة. طبعا هتبقى عندنا letter letter A letter A طبعا لأن عندنا must عكسها في deduction cannot يبقى cannot have been cheap. She space have remembered our phone number because she called us today. هي اتصلت بينا يبقى لابد ان هي متذكرة. يا ترى must ولا can't must ولا can't ولا عندنا mustn't ولا عندنا هنا might. طبعا هنا she must لابد ان هي متذكرة لانها اتصلت بينا. The test space have been very difficult. You got an A. لابد الامتحان كان صعب. You got an A. The test cannot ولا could ولا might ولا must. طبعا هنا the test can't have been استحالة يكون صعب لأن أنت حصلت على المركز الأول A. Maryam might have space upon when she was eating the fish. Might ربما أن هي أكلت ابتلعت. Might have swallowed ولا swallowing ولا swallowed ولا swallows. طبعا هنا letter C swallowed swallowed يعني ابتلعت ابتلعت عظمة. When she was eating fish. نيجي لي قطعة reading comprehension. Read the following passage then answer the questions. It's a well-known fact that the Great Wall of China is one of the top wonders of the world. معروف ان سور الصين العظيم واحد من القمم او من عجائب العالم. The entire wall يعني السور بالكامل is about 21,000 kilometers long يعني طوله حوالي 21,000 كيلومتر. The main part of the wall الجزء الرئيسي is 2.500 miles long and stretches وعلى امتداد through all sorts of monuments على امتداد كل انواع الاخر. The wall is 30 feet high and 25 feet thick as its base. السور على ارتفاع 30 قدم and 25 feet with 25 قدم في السمك as at its base عند قاعدته. The Huns and the barbarians طبعا اللي هم السكان ال barbarians وال Huns had no farming ما كانش عندهم زراعة أو أراضي زراعية farming land and they used to invade واعتادوا على إنهم يغزو and for China for food يغزو الصين من أجل الطعام and wealth والثروة. The wall was constructed to protect China. طبعا الوول اللي هو السور ده طبعا شيد لحماية مين؟ China اللي هي الصين and its people from them وحماية الناس من هؤلاء and also restrict the entry of invaders coming from the Silk Road وطبعا يحمي المدينة بأسرها من مين؟ من أي طرق أو from the Silk رود الطرق الأخرى. The construction of the wall started in 221 BC. The Great Wall of the Great Wall surrounded يعني بيحيط the central part of China بالجزء المركزي للصين which was its most important part. It took more than 100 years to complete يعني استغرق أكثر من 100 عام لبنائه أو لاستكماله. The Great Wall, the wall started deteriorating with the passage of time because of natural disasters. أنا بدأ كده في التدهور منذ حدوث ال natural disasters اللي هي الكوارث الطبيعية. Strong winds, العواصف القوية. Dusts, اللي هي الأتربة. And storms, العواصف. It was constructed again, وأعيد تشييره مرة أخرى in the 15th century في القرن الخمستاشر by Emperor Ming Tang. Many people طبعا Emperor اللي هو الإمبراطور. Many people died during the construction of the wall طبعا ناس كتير ماتت خلال تشييد هذا السور. The people who constructed the wall were treated inhumanly and weren't even allowed to take the rest
during the construction of the wall. طبعا الناس اللي كانوا بيشيدوه او المشاركين كانوا بيتعاملوا بطريقه غير انسانيه، حتى غير مسموح لهم بالراحه during the construction، اثناء عمليه التعمير. More than 20 dynasties of China were involved in the construction of the wall. This wall has attracted many tourists from all over the world. طبعا attracts هنا قلنا معناه يجذب. Every year thousands of people all ages come to China to see it. طبعا بيقول ان في ناس او الاف بيجوا يزوروا الصين عشان يشاهدوا هذا السور. The Great Wall of China is a great Chinese symbol. طبعا symbol هنا معناه رمز. For summits, the symbol of protection, as it protected China from invaders. طبعا يعني رمز للبروتكشن الحماية، لأنه حمى الصين من الانفيدرز اللي هم الغزاة. For others, it's a symbol of ancient Chinese history. يعني رمز من تاريخ الصين القديم. نيجي عندنا number one. What does the underlined pronoun it refer to؟ لو رجعنا بإدي للباسج القطعة. ولنا it was constructed again. طبعا من ده اللي أعيد تشييده مرة أخرى. طبعا مفروض اللي هو إيه؟ The great letter. The great wall of China. Letter A. The workers who built the great wall of China. طبعا الناس اللي شاركوا أو العمال اللي شاركوا في بناء هذا السور. Is beat their work. Loved. حبوا العمل بتاعهم. Enjoyed. استمتعوا. Lost يعني خسروا. Didn't like. طبعا didn't like because they didn't have any rest. The Great Wall of China. The Great Wall of China. سور الصين العظيم. Is a symbol of رمز لي. Emperor Ming Teng. هل للملك الإمبراطور. Protection. الحماية. Ancient Chinese History. اللي هو تاريخ الصين القديم. ولا B و C اللي هي البروتكشن والهيستوري. نرجع كده نشوف الهيستوري. For other it's a symbol of ancient. يبقى طبعا هتبقى letter G. The word space in the passage means become worse. يعني أصبح سيء أو تدهور. طبعا letter A. Deteriorate أو deteriorate اللي هي يتدهور. Deteriorate. نيجي عندنا answers. Do you think there was another strategy to stop the Huns and barbarians at taking China? هل في كان خطط أخرى؟ If so, what was it? ولو في موجود إيه هي هذه الخطط؟ طبعا I think they will have or they have a plan against that they decided to build or to have great soldiers and I'm going to strong soldiers, strong army to face any danger. عشان يواجه أي مين أي خطر. Why do you think the Great Wall was deteriorating by natural disasters? ليه هو تعتقد إنه deteriorated إن هو اتدهور بسبب الكوارث الطبيعية, strong wind الرياح القوية and dusts الأتربة. give two possible reasons وندي سببين طبعا ممكن نجيبهم من خلال فهمنا للباسج القطع. The Great Wall of China wasn't great in everything. ما كانش عظيم في كل شيء. Do you agree? Yes. Why? ممكن نذكر because thousands of people died and while they were working they dealt with them unhumanity يعني بي أو unhumanly يعني بلا إنسانية and they didn't even lift them to relax after work. حتى ما كانوش بيسبوهم to relax إنهم يرتاحوا after work بعد العمل. What do you think the reasons for constructing the Great Wall are? يا ترى الأسباب اللي اضطرت إن هم يبنوا سور الصين العظيم. I think because they have no lands for farming. لأن ما كانش عندهم أرض للزراعة. So they search for food from others by attacking or invading any other place to get food and wealth. As the passage mentioned. زي ما الباسج القطعة ذكرتها. نيجي عندنا لسؤال translation. Translate into Arabic. Throughout the long history of mankind, it has been great leaders that have done their best for the God of their peoples. By this, they make history for themselves as well as for their nations.
طبعا هنا الترانسليشن بيقول لنا through out يعني عبر التاريخ، through out يعني عبر التاريخ الطويل للبشرية، through out عبر التاريخ الطويل للبشرية اللي هي مين كاين. It has been great leaders، كان هناك، it has been لقد كان هناك قادة عظماء، that have done their best قاموا بأداء، قاموا ببذل قصارى جهدهم for the good لصالح of their people لصالح شعوبهم. By this وبهذا أو وهكذا، by this they make history وهكذا صنعوا التاريخ، for themselves صنعوا تاريخ أنفسهم as well as their nations وأيضا صنعوا تاريخ أوطانهم. أدرك المصريون، أدرك المصريون أن أهمية النيل منذ أقدم العصور فافتخروا به وحرصوا على حمايته، وكان الاعتداء على مصادر مياه النيل أو تلويثه جريمة كبرى يتعرض مرتكبها لأشد العقاب. طبعا أدرك المصريون أهمية النيل. The Egyptians realized the importance of the Nile أهمية النيل. Since ancient times منذ العصور القديمة، since ancient times. So they were proud of it. So they were proud of it. And took care to protect it. And took care to protect it. وحرصوا على حمايته. And took care to protect it. وكان الاعتداء. Attacking or polluting the Nile. اللي هو الاعتداء على مصادر النيل. أو تلويثه. Attacking or polluting the Nile water sources was a major crime. يعني كانت جريمة عظمى أو كبرى. And the person who committed it was subjected or was subject to the most severe punishment. وطبعا الشخص اللي تعرض لذلك تعرض إلى أشد العقاب. لو جينا نشوف الترانسليشن، طبعا ترانسليشن العربي، عبر التاريخ الطويل للبشرية لطالما كان القادة العظماء هم الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل خير شعوبهم وهكذا صنعوا التاريخ لأنفسهم ولأوطانهم. طبعا دي ترجمة الإنجليش into Arabic. The Egyptians realized the importance of the Nile since ancient times, so they were proud of it and took the care to protect it. Attacking or polluting the Nile water sources was a major crime, and the person who committed it was subject to the most severe punishment. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقتنا، أتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.